من أسئلة الكتاب ماتشت بروبلم 6 بارت بي find an equation for the line that passes through the points negative 3 مع 2 and negative 4 مع 5 write the resulting equation in the form y equals mx plus b slope intercept form. الأول نوجد السلوب نسمي ال x1 وال y1 أي نقطة فيهم ولتكن نيجاتيف 3 و 2 والx2 مع الy2 هناخد السكند بوينت يبقى نيجاتيف 4 مع 5. دلوقتي نوجد السلوب m equals y2 minus y1 تقسيم x2 minus x1 الy2 ب 5 الy1 ب 2 ال x2 بنيجاتيف 4 ال x1 بنيجاتيف 3 ده هديني 3 تقسيم نيجاتيف 4 بلس 3 يبقى نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 3. دلوقتي نستخدم البوينت سلوب انترسبت عشان نوجد الايكويشن اوف ذا لاين y ماينس y1 ايكوالز السلوب في x ماينس x1 ال y وال x ال variables of the equation. ال y1 هناخد نفس التسمية يبقى equals 2 السلوب negative 3 x minus ال x1 negative 3 يبقى y minus 2 equals negative 3 نبسط اللي داخل الأقواس يبقى plus 3. دلوقتي نوزع ال negative 3 على ال 2 terms يبقى y minus 2 equals negative 3 x negative أو نقول minus 9 احنا عايزين ال y لوحدها negative 3 x minus 9 ويجيها plus 2 من ال left side يعني هيساوي أو نقول إذن المعادلة اللي هو عايزها y equals negative 3 x minus 7. احنا استخدمنا النقطة الأولى في إيجاد الإكويشن، ممكن نستخدم النقطة الثانية في عمل تشيك على الإكويشن اللي احنا أوجدناه y equals نعوض بنيجاتيف 4 المفروض يطلع 5 نيجاتيف 3 في نيجاتيف 4 minus 7 equals 12 minus 7 equals 5 إذن أوكي.